والله. ومصر كلها والله يا امينه بتحبك. شكرا ليك يا حبيبتي، ربنا يوفقك يا رب يا رب. انا انتي عملتي ايه؟ عملتي بيض؟ عملت بيض. عملتي بيض؟ بيض. ايه الاكلات اللي انتي اتعلمتيها تعمليها يا امينه؟ جميل، شكله جميل. ايه الاكلات اللي انتي اتعودتي تعمليها؟ يعني اللي اتعلمتيها هنا؟ ماما عايده علمتك ايه؟ ماما عايده دي مامة محمد. ايه يا بابي ولا يا مينا؟ تعالي اتفرج انا بناكل ازاي؟ تعالي في المطبخ. تمام. مره طعميه، مره المحشي، مره ورانك، مره البتاع اعمل ازاي اسمها الكوسه، بحش الكوسه من جوه ازاي؟ بيشوفوا اللحمه في تالي حاجه، تاني حاجه تاني مش بحطه في الميه. هنا مش التعبات كده، بحط ميه وبتاع مرات كتيره. بعمل اللحمه هنا بس انا كده. ايه اكتر اكله بتحبي تعمليها؟ كل حاجه. اكتر اكله حبيتيها؟ اكتر كل حاجه بحب كل حاجه، بس انا صراحه بحب المحشي. الاكل انت بتحبيه انا واكل محشي صراحه موت فيه محشي. امتى اول مره اكلتيه؟ زمان قوي، اول ما جيتي. ايوه من زمان. انا شفت المحشي ورانب والبتاع الكرنب والكوسه وفي، قلت له ادي يا محمد زو يا مينا، قلت له زو لا زو ادي، قلت له لا البتاع، قلت له البتاع تقيل، دلوقتي الليل ما ينفعش تاكل فلفل فلفل كده عشان مش ايه. ايه اكتر اكله بتعمليها ومحمد وانت عارفه ان هو بيحبها؟ مكرونه. هو بحب المكرونه صراحه ايطالي. بس هو بحب المحشي قوي زي انا. بس هو بحب المكرونه، بيحب المكرونه. انا عملت اللازانيا مره، عملت الفيديو كمان بحاجات حلوه قوي. انا بعرف اعمل كل حاجه. انت عملتي ايه دلوقتي اكل؟ عمل طعميه. طعميه، انا عطيت طعميه عشان بيتكلم كتير وانا بنت تعبان. معلش يا جماعه. لا اتكلمي براحتك. وبيض وفي فول وجبنه، نعمل جبنه. جبنه اهم ازاي؟ استنى احط الجبنه كده، مش مشكله ازاي. انت قلتي انا انت بتحبي تعمليها ازاي؟ لا انا بحب كده، مش بحب السمنه ولا زيت الجبنه تقيله. ليه؟ لا عشان مش عايزه تتخني يعني. ايوه. انت بتحبي الوقفه في المطبخ يا امينه؟ انا بحب على طول، انا بحب على طول. تحبي تطبخي على طول؟ بحب اطبخ على طول. ايوه بحب قوي. بتحبي تعملي ايه؟ يعني ايه الاكلات اللي انت مثلا متعوده عليها؟ انا بصراحه دلوقتي انا عملت كده بشكل خفيف. تمام. بالليل بقى اروح على السوبر ماركت اجيب كيس لحم مفرومه. تمام. والبتاع كيس موتزاريلا، هعمل المكرونه في الفرن، احطها في الفرن او طاجن او اعمله في البوتاجاز. لازم ناكل بالليل برضه، انا بطبخ على طول مش ساعه. تمام. انت انا شايفه ان انت بتستخدمي إيه؟ قولي تحت عادي، الاثنين زي بعض. الاثنين زي بعض. يعني انت بتعملي البطاطا من تحت برضه واطلع فوق وانا عادي براحتك. ايه اكتر حاجه مامة محمد علمتها لك وانت بتحبيها؟ المحشي. المحشي عايزه ساعة كتير، فاهم؟ عايزه ليف، عايزه من الطليه، وعايزه البتاع، عايزه البصله. بتخرطي البصل بقى يا امي؟ ايوه. وبيخليكي تدمعي كده؟ ايوه. دلوقتي بقى في مودرن بنحطه في البتاع الخلاط وتبقى. انا مش بحب كده، انا بحب اعيط. انت بتحبي تخرطيه؟ اكيد. على طول بالزبده، وبالزبده انا بحب زبده فوق في وش المحشي. في وش المحشي عشان تدي طعم حلو. تقيل. انت اتعلمتي الاكل المصري عشان تطبخي لمحمد بايديكي؟ ايوه. ما انا عملت كتير، كنت في تعلي برضه يا مين، عايزه مكرونه. لا 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 لا، مكرونه يلا، ادي كرنب، ادي فلفل، عمل عشان ده بس. على طول عملت كل حاجه. يعني انت حابه ان محمد ما ياكلش غير من ايدك؟ هو بحبه من ايدك انت. لا بحبه انا بايد امه برضه. لا انا بعيد عن مامته، انا بتكلم اي حد بره. انت ما بتحبيش ان هو ياكل غير من ايدك؟ لا 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 انا باكل عادي عادي، بناكل في المطعم مره، ناكل في اي مكان، ماشي عادي مش لا لا كده صراحه.
انت كان ليكي قصه مع الارنب، احكي لنا. لا لا ارنب بعيد عنه، لا 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 مستحيل ياكل ارنب. ليه؟ لا 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 ليه مش بتحبيه؟ وحد بيقعد جنب بياكل ارنب، لا فحش. ليه؟ زعل انا زعل. ليه؟ هتقوم مش هتقدر هي هي مربيه ارنب، ما كانتش تعرف اصلا ان مصر بياكل الحاجات دي. اه ما كانتش تعرف ان في مصر بياكل الحاجات دي. لا 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 هي راحت مشوار مع بابا وجات طلعت في السطح بقى عشان تقعد معايا، بتحبه قوي. تمام. قاعده معاه فليه في دم على الارض، حسبت ان مثلا في حاجه كلت من فوق. لا 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 هم لقيت ان هم طبخينه وقاعدين هياكلوه وكده يعني فزعلت. اه هي ما سابت البيت يعني، سابت البيت وقعدت هنا ما رضتش تنزل تحت. ست لا حمار صغير انا. آه. هو عمل لي لعبه كده. آه. وانا شفته مره كده بهوش الجن. لا 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 عشان كده عشان كده انت مش بتحبي عتاد حاش البتاع وبالليل ده بدينا عتاد في التاي في الحوض كده وده بيبنى خالص. بتطبخي الملوخية يا مينا؟ اه الملوخية هنا معايا. اه انت مخزناها؟ انا بحط هنا ناشفة مشيات للثانية بات الخضرة بات ان شاء الله الخضرة. اه الخضرة بس انا ولا خضرة ولا الثانية انا بحبه. اه انت بتحبي الملوخية؟ آه، موجودة على طول. اه بتحبي تعمليها بقى على اللحمة ولا على الفراخ؟ اي حاجة بس انا اللحمة احسن. انت بتحبي اللحمة اكتر؟ آه. بتفضليها بقى انت اللي بتروحي تجيبي اللحمة ولا محمد اللي بيجيبها لك؟ لا انا اجيب اللحمة. انت تجيبي اللحمة؟ كل حاجة. طب انت لو عايزة عارفة ساشا ليه؟ اه انا بجيب لحمة حتة بيضة كده انا بحب قوي بال اه ومحمد بطل اكل التقيل ده. اه بحب الابيض انا. طب تقولي محشي كده تقولي ايه لمحمد؟ لا مستحيل اعملها خالص. قولي له رجع يعني ايه الاكله اللي لو محمد هيصالحك ويكلمك هتعمليها له؟ يعني اكتر اكله ممكن تاثري عليه بيها؟ لا انا صراحه محشي رقم واحد. هو كمان بيحبه؟ بحب قوي بس بحب المكرونه قوي كمان. لا محمد بيحب برضه المكرونه وهو زي بعضه. اه قولي له ارجع بقى يا محمد وانا اعمل لك مكرونه ومحشي. يا رب يا محمد ترجع تشلاي ايه مكرونه انت بحبك بال اسمها بالشيدر وبالبيضه وصلصه بالتونه. ايوه بحب بالتونه. هو بيحب بالتونه؟ ايوه كتير كتير كتير. وبالسجوب اي حاجه. انا مسافر ايطاليا دلوقتي، ايه الرساله اللي حبيتها؟ انت حابه توجهي رساله لمحمد دلوقتي؟ أيوة. من المطبخ انت بتعملي الاكل؟ يا رب يا رب ايوه. قولي تقولي له ايه؟ ارجوك يا محمد سامحيني انا عايزه انت تتكلمي له وتنزل بالسلامه وانا اجيب انا اعمل اكل انت عشانك. اعمل مكرونه انت بحبه ومحشي وكل حاجه ولحمه والخروف اي حاجه انت بحبه انا اعمله هنا بس عشان خاطر ربنا ولادك سامحيني وكلميني. احنا سمعتي يا محمد هي عايزاك تسامحها وتكلمها وهي بتحبك ومش تعمل كده ليه؟ لا خالص مستحيل انت تتكلم براحتك وتكلم بس لا ما حاجه انا حاجه بسيطه بس حد يحط ده انت برد مش انا برد قلت كده غلط وعيب بس. طب انت تقولي ايه لكل الستات اللي يعني عشان ما تزعلش جوزها؟ انا مش زعلان انتوا يا جماعه عشان مش كله زي بعضه بس اقول حاجه القران بيقول حط ايد على الراجل ست حرام بس مش عشان بيجيله حاجه انا بيسمع كلام رب مش لازم الكلام الشجير لا انا عشان كده برضو عايز يكبر شويه من مخه دي انا لسه ما احنا لسه قايلين احنا مش هن خلاص مش انا حاجات تاني والله خلاص احنا ارجوك اي حد يتكلم محمد عايز يتكلم خلاص. اه انت كده عملتي اكل ايه بقى ورينا؟ انت عملتي البيض والطعميه ايوه تمام والفول والفول ومعانا الجبنه طبعا. لا لا الجبنه انا كده عشان دي كده اه انت بتخلي الزبده خضراء؟ لا عشان الزبده دي انا من الوهم مره ثانيه على كده. اه يعني انت بتحبي تفضلي الاكل بالزيت عشان ما تتخنيش؟ ايوه ما كله بالزيت الفول والطعميه والبيض كفايه. اه كتير كتير انت مش عايزه تتخني اكتر من كده. بس الاكل الصحي بالزبده على فكره. لا لا دي انا بحب كده. بتحبيها تاكليها كده؟ دي مش بحب الجبنه. طيب اه انا بس بيه. انت اللي بتحبيها. ايوه تقولي بقى ايه للستات اللي مش بتحب تقف في المطبخ وتعمل اكل لجوزها؟ اعملوا اكل وجوزها اسمع كلام جوزها تاني قولي لها قولي لهم قولي لهم لازم تطبخ كل يوم عشان جوزك اي حد يسافر لازم تاكل كتير عشان ما يطلعش ياكل من بره كتير. ايوه آه. بره غلط ممكن تاكل حاجه بره وحشه بطنها توجع
بعد الشهر عمليه البيض عنه وبتاع وحش. اكل بره مش صعب. في البيت احسن يا جماعه. قولوا لهم اطبخي لجوزك. جوزك كتير في محشي ملوخيه وفي باميه وفي كل حاجه. في بط ووز. في بط ووز كل حاجه. مش بحب البط تاكل لحمه، مش بحب اللحمه فيه كتير، مش عايزه لحمه خالص خلاص. قعدت في رز والمكرونات كتير. بس لازم تقعدوا مع جوز، اوعى تسيبوا جوزك خالص زي انا. لا انت انا سبته اسمه بس. انتي عسل يا امينة، وانتي عسل وكل الناس بتحبك. قولي لهم كلمة اخيرة قبل ما ناتي. انا بحبك يا جماعة والله العظيم بحب انتو كله. بصوا راسي من فوق يا جماعة، انا بحبك قوي قوي قوي. وانا بحب مصر كلها. بتحبي مصر كلها؟ كلها. قولي بقى رسالة حب لمحمد. انا حب محمد قوي، انا بحبك يا محمد. ارجع لي، قولي له ارجع لي. ارجع عشان خاطر يعني. انت وحشتني. انت وحشتني قوي 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 قوي. تعال مع حب. تعالى بحبك. واحنا كمان بنحبك يا امينه. زي ما حضراتكم شايفين احنا كنا معاكم من داخل مطبخ امينه الايطاليه، وطبعا هي عملت لنا بيض وعملت لنا طعميه وطبعا فول وجبنه وزبده زي ما حضراتكم شايفين. وهي بتقول ان هي بتحب تعمل لمحمد الاكل بايديها علشان بتكون حريصه ان هو ياكل من ايدها هي. صح يا امينه؟ صح. وبتوجه رساله لكل ست مصريه وفيوميه، اعملي الاكل لجوزك. اكل كتير في البيت. اعملي اكل كتير في البيت. أيوة. وغذي جوزك. خليش جوزك جعان وطلع بره كده. غلط وعيب وغلط. كده عيب وغلط. ايوه صح. لازم جوزي الاول عشان جوزي بيجيبه اكل وشرب كل حاجه في البيت. ايوه راجل هيجيب كل حاجه، مش هو راجل يجيب. بيجيب كل حاجه الشغل. انا اللي رايح الشغل كل حاجه بيجيبه. طيب يعني انت قصدك ان هو شقيان وتعبان. ايوه تعبان. طيب فلازم تاكله كويس كل حاجه. كل حاجه. ربنا يحفظك يا امينه. مشاهدينا الكرام كنا معاكم من داخل مطبخ امينه الايطاليه بمحافظه الفيوم علشان نتابع مع حضراتكم. طبعا هي طباخه ماهره، وقالت ان حماتها هي اللي علمتها الاكل. أيوة. والحاجات الكويسه، وهي كانت حريصه ان هي تعمل لجوزها كل اكل هو بيحبه. وجهت له رساله من خلال جريدتكم، جريده موقع اهل مصر بالفيوم، ان هو يسامحها وان هو يرجع يكلمها تاني عشان هو وحشنا. دمتم في رعايه الله وحفظه. كنت معاكم من الفيوم مراسلتكم مراسلة جديدة وموقع أهل مصر بالفيوم هبة محروس الشاهد. أسعد الله مساءكم بكل خير وحفظكم جميعا في رعاية الله وحفظه.